الزاوية، هو سعد بير أم آدم الرجيبي، الاثنين موجودين أمام الكرة. الأقرب آدم الرجيبي، فهل يباغتني سعد بكير؟ سعد جول 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 من سعد بكير. قلت في 25 هل يأتي سعد بكير بالسعد لجماهير الترجي الرياضي التونسي؟ رائع العملية، ممتاز الهدف، جميل وروعة من سعد بكير. سعد بكير في 25 دقيقة لعب يعطي الأسبقية لأبناء باب سويقة في شباك مروان إبراهيم اللي يكتفي بالمشاهدة. هذا سعد بكير، لاعب شاب، لاعب المنتخب الأولمبي القادم بعد الفاينل أمام نجم الساحلي. شوف يعني ممتاز، يعني روح رياضية كبرى، يتوجه إلى بنك الاحتياط، يقبل اللاعبين، يشجع عمار السويح، يبحث عن الفريق على الانتصارات. إلى حد الآن الترجي منتصر 1-0.